يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند. حلقه مهمه جدا النهارده، عندنا اخبار كتيره متنوعه على مختلف الاصعده سواء محليا عالميا، وقبل كل ده كل جديد يتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي هيكون معانا تفاصيله على مدار فقرات الحلقه المختلفه. مستنيين تفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده، وهو بيتعلق بتشكيل النادي الاهلي المتوقع لمباراة بعد غد، مباراة البطولة، بطولة السوبر، مباراة مهمة جدا. توقعوا التشكيل أو في رؤيتكم إيه هو التشكيل الأفضل، وابعتوا لنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم كما هو معتاد في الجزء الأخير من حلقة اليوم. لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي، الأهلي واصل تدريباته استعدادا للسوبر. في الترند المحلي، كيروش يختار 9 محترفين استعدادا لمواجهة ليبيا، يا رب بالتوفيق إن شاء الله. وأخيرا الإعلان عن تشكيل رابطة الأندية. أخبار كتير جدا مهمة على مختلف الأصعدة هنتكلم فيها على مدار حلقة اليوم، لكن خلينا في البداية نقول أهم وأبرز مباريات اليوم في مختلف دوريات العالم. طبيعي جدا نبتدي بأبرز دوري وهو الدوري الإنجليزي. النهاردة في عدد من المباريات وختام الجولة الخامسة من هذه المسابقة المميزة جدا. مباراتين لسه خلصانين من دقائق معدودة جدا، ابتدوا في تمام الساعة 3 عصرا. أول مباراة كانت ما بين برايتون وليستر سيتي، برايتون قدر أن هو يكسب على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1 بعد ما كان متقدم كمان بنتيجة 2-0، لكن فاردي قلص الفارق. أما بخصوص أحد أبرز مباريات الجولة وكانت مباراة مثيرة جدا جدا، هي مباراة ويست هام يونايتد مع مانشستر يونايتد. طبعا كلنا متوقعين ممكن مين يكون أحرز الأهداف، مفيش غيره بالنسبة لمانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو جاب هدف التعادل بعد 5 دقائق من تقدم ويست هام بهدف مقابل لا شيء. مباراة كانت مثيرة جدا، حتى دقائقها الأخيرة شهدت قمة الإثارة والمتعة. قدر خيسي لينجرد طبعا البديل اللي نزل مكان ماسون جرينوود ان هو يحرز هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 89، وكانت المباراة خلاص قربت تخلص زي ما هي خلصت كده، لكن في الدقيقة 93 من الوقت بدل الضايع تم احتساب ضربة جزاء لفريق ويست هام، فحصل تبديل على طول. مويس المدير الفني لويست هام راح منزل مارك نوبل عشان يشوط ضربة الجزاء دي، هو نازل يشوط ضربة الجزاء مكان بوين، قدر ان هو ينزل وجاي يشوط ضربة الجزاء، تألق وتفوق دخية وصد ضربة الجزاء في الدقيقة 95 بعد انتهاء الوقت الأصلي. طبعا قمة الإثارة والمتعة في هذه المباراة عشان تنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 وثلاث نقاط جديدة في رصيده في إطار المنافسة القوية والمحتدمة على بطولة الدوري الإنجليزي ما بين عدد من الأندية أبرزهم تشيلسي، ليفربول، مانشستر يونايتد، أعتقد هيخشوا برضه في سباق مانشستر سيتي. فده فيما يتعلق بأول مباراتين اتلعبوا في الدوري الإنجليزي النهاردة. ناقص مباراة واحدة هتبتدي كمان نص ساعة من دلوقتي، وهي مباراة توتنهام وتشيلسي، وهي قمة هذه الجولة الخامسة على ملعب توتنهام، فمباراة أكيد هتكون في قمة الإثارة أيضا. ده بخصوص الدوري الإنجليزي. أما بخصوص الدوري الأسباني فالنهاردة في عدد أيضا من المباريات. ريال مايوركا لعب الساعة 2 الظهر مع فيا ريال، ومباراة انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. 4:15 كانت مباراة ريال سوسيداد مع إشبيلية، ما زال التعادل السلبي بدون أهداف، والشوط الثاني على وشك الانطلاق ما بين الفرقتين. أما الساعة 6:30 مساء فهي مباراة ريال بيتيس مع إسبانيول، والساعة 9 بالليل مباراة السهرة في الدوري الأسباني ما بين فالنسيا وريال مدريد، مباراة قوية جدا جدا. أما بخصوص الدوري الإيطالي فالنهارده في الدوري الايطالي في ايضا عدد من المباريات، ابتدوا الساعه 12:30 بمباراه امبولي مع سامبدوريا، سامبدوريا قدر ان هو يفوز بنتيجه 3-0. المباراه الثانيه اللي ابتدت الساعه 3 العصر ما بين فينيسيا مع سبيزيا، دي مباراه انتهت بفوز سبيزيا بنتيجه 2-1. اما مباراتي الساعه 6 ما بين هيلاس فيرونا مع روما ولاتسيو مع كالياري، مباراتين جامدين برضو. اما المباراه الاخيره وهي قمه الجوله في الدوري الايطالي وهي قمه البطولة كلها، هي مباراة اليوفي مع ميلان في تمام الساعة 9:15.
اما فيما يتعلق بالدوري الالماني، النهارده مباراه بتهمنا جدا وهي مباراه شتوتغارت مع بايرن ليفركوزن. مباراه ابتدت الساعه 3:30. نجمنا المصري المنضم حديثا لمنتخبنا الوطني لاول مره بعد استدعائه عمر مرموش ابتدى المباراه مع شتوتغارت، واحد ابرز اللاعبين اللي بيتالقوا في صفوف شتوتغارت. بالمناسبه شتوتغارت لعب ليه قبل كده احمد صلاح حسني نجمنا المصري الشهير واللي هو دلوقتي طبعا فنان وممثل مميز. فالتاني لاعب مصري يلعب لهذا الفريق هو عمر مرموش، نتمنى له كل التوفيق، لكن هم حتى الان خسرانين بنتيجه 3-1. اما مباراه الساعه 5:30 بورسيا دورتموند مع يونيون برلين، دي مباراه ايضا قويه، والساعه 7:30 بالليل مباراه فولفسبورغ مع انتراخت فرانكفورت، دي مباراه ايضا مميزه. واخيرا مباريات الدوري الفرنسي او ابرز مباريات الدوري الفرنسي اليوم، وهي مباراه باريس سان جيرمان وليون، مباراه قويه جدا هتشهد بكل تاكيد مشاركه ميسي لاول مره بشكل اساسي في الدوري الفرنسي بعد ما شارك بشكل اساسي في مباراه الشامبيونز ليج مع فريق باريس سان جيرمان وتعادلوا فيها بنتيجه 1-1، تعادل ايجابي مخيب لامال الفريق وجمهور باريس سان جيرمان. دي اهم وابرز المباريات حول العالم. التفاصيل كلها بخصوص بعض الأخبار المتنوعة هتكون معنا بعد الفصل، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. خلوني أبتدي بخبرين مهمين جدا في الجانب المحلي تحديدا قبل ما نتفرغ لأخبار النادي الأهلي واستعداداته الأخيرة لمباراة بعد غد أمام طلاع الجيش في مباراة السوبر المصري، مباراة مهمة جدا جدا بكل تأكيد. لكن النهاردة أخيرا بقى عندنا رابطة للأندية المحترفة، خطوة اتأخرت سنين كتير جدا جدا، الناس كلها نادت بيها يا جماعة لازم يكون عندنا رابطة أندية محترفة على غرار الدوريات الكبرى في العالم، وده الأمر الطبيعي وده المفروض إن هو يحصل عشان نتفادى بعض الأزمات والمشكلات، ولازم يكون في ممثلين لأبرز وأهم الأندية علشان يتم مناقشة أي أمر ما قد يحدث أو اتخاذ القرارات اللي بتكون دايما في صالح الدوري وفي صالح البطولة المصرية وفي صالح الأندية بشكل طبيعي. فالنهاردة أخيرا تم انتخاب طبعا لجنة للأندية المحترفة أو رابطة للأندية المحترفة. خليني بقى أقول لكم أعضاء الرابطة مين، لأن ده أمر مهم جدا. الرابطة بتبقى مكونة من 5 أعضاء، واثنين بيبقوا من خلال اتحاد الكرة أو بيبقوا ممثلين عن الاتحاد المصري لكرة القدم. 5 ممثلين عن الأندية واثنين بيبقوا ممثلين عن الاتحاد المصري لكرة القدم، يعني توتال الرابطة كلها 7 ممثلين عن الأندية و الاتحاد المصري لكرة القدم. متكونة من مين الرابطة دي؟ متكونة من الحاج عامر حسين طبعا رئيس لجنة المسابقات السابق، وشريف صالح محمد، وخالد أحمد رفعت، وأحمد دياب، وعماد متعب، محفظ الألقاب طبعا للجميع. واتحاد الكرة هيمثل عنه كل من اللواء صفي الدين محمود بسيوني واللواء ثروت سويلم، طبعا عارفينه كلنا عضو أو المدير التنفيذي السابق الاتحاد المصري لكرة القدم، وده اللي تم خلال هذه الانتخابات. ويعتبر اصلا 5 الممثلين على الانديه فازوا بالتزكيه، والممثلين على اتحاد الكره هو اللي رشحهم ويقرر ان هم يكونوا متواجدين في رابطه الانديه المحترفه. هنا السؤال بقى الاهم، هل الرابطه دي هتشتغل باستقلاليه عن اتحاد الكره ولا لا؟ دي اول تجربه تحصل عندنا في مصر. هل هيبقى في تدخل من اتحاد الكوره في الرابطه دي ولا لا؟ هل الرابطه دي هتكون مستقله في اتخاذ القرارات وكل الامور اللي هي بتبقى شايفاها من وجهه نظرها في صالح الانديه وفي صالح الدوري ولا لا؟ هو ده هنا السؤال، هل ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ انا بثق جدا في اعضاء الرابطه، الناس كلهم قامات كبيره والناس كلها مميزه وعندهم خبرات كبيره جدا، لكن الاهم ان اتحاد الكوره يديهم الحريه والاستقلاليه التامه علشان نحس بفاعليه هذه الرابطه وما نلاقيش مشاكل ثانيه. يعني احنا بنعمل حاجه المفروض ان هي تكون موجوده بس مش عايزين نعملها عشان يبقى في مشاكل اضافيه، لا احنا بنعملها عشان نقلل الازمات وعلشان ده الطبيعي، ده التطور الطبيعي اللي حصل في العالم كله واحنا اللي متاخرين عنه بشكل كبير. فده خبر في الحقيقه انا بشوفه مهم جدا جدا وخطوه غايه في التميز،
وحاجه تحسب للاتحاد المصري لكره القدم. ممكن نكون بننتقده في حاجات كتير جدا، لكن لما يعملوا حاجه صح لازم ياخدوا حقهم يعني. فدي جزئيه مهمه. الجزئيه الثانيه الاهم طبعا، وهو النهارده منتخبنا الوطني اعلن قائمه المحترفين اللي هيتم استدعائهم لمباراه او مباراتي ليبيا في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. دي قائمه مبدئيه من المحترفين، لكن انا عجبني فيها قوي قوي ان في تركيز على عدد كبير من المحترفين، وان انت هتحاول تدور على كل واحد بيعمل ايه ومستواه عامل ازاي مع فرقته فهتتابع. يمكن ده اللي كان ناقص الجهاز بتاع الكابتن حسام البدري للاسف شويه، لان كنا شايفين ان هو بيبقى في تركيز قوي. محمد صلاح طبعا دي حاجه كده على جنب، طبيعي جدا ان انت تجيب محمد صلاح والنني وحجازي والناس دي، لكن ما كنتش بتبص بره قوي، ما كنتش مثلا بتبص على واحد زي عمر مرموش، واحد زي سام مرسي بيلعب في الدوري الانجليزي الدرجه الثانيه. بعض الاسماء اللي ممكن تكون اضافه بالنسبه لك وممكن ان انت تستفاد منها، خصوصا الاسماء دي بتلعب وماشيين بشكل كويس مع انديتهم ايا كان مين النادي بتاعهم، بس لازم يكون في متابعه مستمره لمحترفينا في الخارج. ده اللي بيعمله الجهاز الفني الحالي بقياده كارلوس كيروش وكابتن ضياء سيد ومحمد شوقي وايضا كل اعضاء الجهاز الفني. فبالتالي زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه، دي قائمه اللاعبين المحترفين، القائمه المبدئيه اللي تم توجيه استدعاء ليها، لان زي ما حضراتكم ايضا عارفين لازم ان اي اتحاد يرغب في استدعاء المحترفين يبعت الاستدعاء ده قبل اول مباراه ب 15 يوم، وده اللي عمله الاتحاد المصري لكره القدم. بالتالي القائمه مكونه من محمد صلاح نجم نجوم الدوري الانجليزي ونجم نجوم ليفربول الانجليزي، محمد النني احد ابرز النجوم طبعا في ارسنال الانجليزي، احمد حجازي اللي بيتالق ويتوهج امبارح في مباراه النصر مع اتحاد جده وقدروا ان هم يفوزوا 3-1، هو طبعا احد ابرز اللاعبين في اتحاد جده السعودي ولا غنى عنه، احمد حسن كوكا لاعب كونيا سبور التركي الجديد، مصطفى محمد نجم جلاتا سراي التركي. لسه الاقاويل كتير بخصوص مصطفى محمد، هل هيبقى في عقوبه من الاتحاد ولا لا؟ الجهاز الفني مش يعني ما عندوش اي تعليق على الموضوع ده، الجهاز الفني الحالي، لان هو بيشوف ان طالما الجهاز الفني السابق ما خدش قرار تجاه مصطفى محمد فاذا ما فيش اي مشكله، الا لو في قرار اداري من الاتحاد المصري لكره القدم، حتى الان ما فيش اي قرارات من الاتحاد المصري. فبالتالي مصطفى محمد من ضمن القائمه المبدئيه اللي تم الاعلان عنها. ايضا احد ابرز اللاعبين ولاعب مميز جدا سام مرسي مش واخد حقه شويه، لاعب ابسويتش الانجليزي وكان لاعب ميدلسبرا سابق وويجن الانجليزي سابق، لاعب عنده خبرات يعني في وسط الملعب. واللاعب اللي منضم لاول مره هو عمر مرموش اللي ماشي بشكل ممتاز في الدوري الالماني مع فريق شتوتغارت. احمد ياسر ريان التاي سبور التركي احرز هدف في اولى مبارياته ومن المهاجمين المميزين جدا جدا، لو ما جاش هيبقى بسبب طبي وهي الاصابه، فده لسه هيتحدد خلال الايام القليله المقبله. وكريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي الباك ليفت المميز ايضا ولاعب مهم، خصوصا المركز ده ان احنا عندنا فيه ازمه شويه ناحيه الشمال، ما فيش لاعب مصري بجوده عاليه تقدر تعتمد عليه في المكان ده، على غرار مثلا سيد معوض، على غرار محمد عبد الوهاب الله يرحمه، على غرار عدد كبير من اللاعبين اللي شغلوا مركز الظهير الايسر. عندنا محمد عبد الشافي بالمناسبه لاعب مميز طبعا، لاعب نادي الزمالك، لكن كريم حافظ بما انه لاعب محترف وبيلعب مع فريقه فممكن يكون اضافه لمنتخب مصر. فدي كانت قائمه او قائمه مبدئيه للمحترفين اللي اعلن عنها الاتحاد المصري لكره القدم. دول كانوا اهم خبرين في الجانب المحلي حبيت ابتدي بيهم الحلقه. هروح بقى الفصل، بعد الفصل نتفرغ ونتحدث بتفاصيل كتير جدا وكواليس اكتر عن استعدادات النادي الاهلي لمباراه طلائع الجيش. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. خلاص العد التنازلي لمباراه مهمه جدا جدا في بطوله السوبر المصري مع طلائع الجيش بالنسبه للنادي الاهلي، بدايه لموسم جديد. هي المفروض طبعا المباراه كانت من سنه ونص فاتوا تتلعب مثلا لحاجه، لكن الظروف طبعا اللي حضراتكم عارفينه، فبالتالي في كل الاحوال هي مباراه مهمه جدا، مهمه قوي ان انت تبتدي بمعنويات عاليه لموسم هيكون طويل وشاق جدا على مختلف الاصعده سواء محليا او قاريا يعني. فان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. استعدادات مهمه، معسكر ابتدى في برج العرب من يوم 16 ومستمر
بشكل رائع، استعدادات مكثفة، تركيز كبير، جدية واضحة على وجوه كل لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني. اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دي لقطات حصرية أكيد لمعسكر النادي الأهلي هناك في برج العرب. فهذه اللحظات في بعض التدريبات أو في مران رئيسي بالنسبة للنادي الأهلي بيواصل من خلاله استعداداته، كل اللاعبين جاهزين بشكل كبير جدا، وهنطمن كمان بشكل أكبر قبل هذه المباراة من خلال زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي عشان يقول لنا على كل الكواليس اللي تتعلق بتدريبات النهاردة وآخر استعدادات الفريق لهذه المباراة المرتقبة. يا شريف أهلا بيك. اهلا بك زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ويا رب باذن الله تكون البطوله القادمه بطوله السوبر من نصيب النادي الاهلي يوم الثلاثاء امام فريق كبير طبعا هو فريق طلائع الجيش. يا رب باذن الله. قول لنا يا شريف كل الاخبار، كل الكواليس اللي بتتعلق بالفريق، كمان طبيعه مران اليوم قبل 48 ساعه تقريبا من مباراه السوبر المصري. طبعا زميلي امير، ده التمرين الرئيسي للنادي الاهلي قبل المباراه يوم الثلاثاء النهارده، بيبقى التمرين الرئيسي التقسيمه اللي ممكن يشتغل فيها مستر بيتسو موسيماني على التكتيك والتشكيل الخاص بيه وكل الجمل اللي عاوز يحفظها لعيبته قبل مباراه طلائع الجيش، مين اللي ممكن يحجز التشكيل او يحجز نظر موسيماني قبل اما يحط التشكيل النهارده في التمرين الرئيسي. النهارده بيجرب اكثر من لاعب في اكثر من مكان، يا رب باذن الله مستر بيتسو موسيماني يكون موفق في اختيار التشكيل هيخوض بمباراة طلائع الجيش. كان لي حديث مع الكابتن السيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن الاستفسار الخاص بالنادي الأهلي إلى اتحاد الكرة المصري عن مشاركة اللاعبين الجدد وموقف اللاعبين من الإنذارات. قال لي الموقف سليم 100%، الكل هيشارك، مفيش إنذارات خالص من الوافدين الجدد، الكل متاح للمشاركة أمام مستر بيتسو موسيماني. فيبقى الاختيار الفني بقى لمستر بيتسو موسيماني. يعني دي معلومة وخبر مهم جدا يا شريف في الحقيقة، انت دي لان الكلام كان كتير امبارح، والنادي الاهلي كان ارسل يعني تساؤل الاتحاد المصري لكره القدم موقف اللاعبين الجدد اللي تم التعاقد معهم. فبالتالي طبقا للي انت بتقوله كده هم خلاص متاحين بشكل رسمي لموسيماني في مباراه بعد بكره باذن الله. تمام، اي جديد اي حصري مش هيكون موجود غير بس على شاشه قناه النادي الاهلي. تمام. كل الاخبار اللي جماهير النادي الاهلي عاوز تعرفها هتعرفها عن طريق شاشه قناه النادي الاهلي اللي متواجد مع النادي الاهلي طوال معسكره قبل بدايه مباراه طلائع الجيش. فبالفعل الكل متاح مع مستر بيتسو موسيماني باستثناء طبعا تاو اللي مش موجود مع الفريق اللي بيتم علاجه. أكيد. النهارده الصبح قبل ما اسافر حتى اسكندريه كنت موجود في ملعب التتش، كان يعني تاو بيجري عمليه التاهيل اللي هو بدا يقترب من العوده مره اخرى. خلينا انا هو زميلي امير في المران، المران شغال زي ما قلت لك، ومستر بيتسو موسيماني بيحاول يوجد لنفسه ال 11 لاعب اللي هيكونوا موجودين هو يبدا بيهم في مباراه طلائع الجيش. يا رب باذن الله يكون موفق، وباذن الله يكون التوفيق معانا يوم الثلاث ونفوز طبعا على فريق طلائع الجيش باذن الله. شريف خليني بس اسالك ايه سؤال من الاسئله اللي الجمهور بيبقى حاببها يعني شويه، واحنا ناس من الجمهور برضو جمهور النادي الاهلي، موقف اللاعبين الجدد، هل ممكن نلاقي مفاجآت في التشكيل بوجود لاعب من اللاعبين اللي تم التعاقد معهم مؤخرا في التشكيل الأساسي من بداية المباراة، ولا لسه الأمور مش واضحة شوية؟ أنا طبعا مش عايزك توضح لي يعني كواليس التشكيلة بالظبط أو بالتحديد، لكن أنا بتكلم على الفرص من طبقا لقرايتك للمشهد يعني وأنت متواجد هناك. الكل اللي انا ملاحظه في تمرينة اليوم الكل مستر بيتسو موسيماني بيشوفه بيحطه مع التشكيل الرئيسي، بيحط اتنين تلاتة بيبدا يجرب، حط واحد لقى الكيمياء مش ماشيه قوي فبيروح حاطط التاني في مركز تاني يشوف الكيمياء ماشيه ولا لا. يبدو ان رايح بقى لكام واحد ما نعرفش، طبعا ممكن كمان برضو يفاجئنا وما يلعبش ولا واحد من الجداد، ولكن الراجل النهارده بيشتغل وبيشوف مين ممكن من الجداد يخش مع الموجودين الاساسيين اللي حجزوا. في ناس حجز طبعا زي مثلا الشناوي طبعا، يعني نمسك طبعا الخشب باذن الله ما يكونش فيه اصابات، ناس حاجزه مراكزها، في ناس في وسط الملعب زي مثلا السليه حاجز، في ناس حاجزه كتير طبعا مراكزها، فممكن نشوف حد موجود، ممكن الراجل بيجرب النهارده وممكن بالليل يكون استقر مين ممكن يكون موجود في بدايه اللقاء يوم الثلاث باذن الله. باذن الله. طيب فيما يتعلق بالاصابات بالتحديد عايز اتكلم عن طاهر محمد طاهر، لان يعني كلام كتير من امبارح للنهارده عن انه مصاب وهيبقى فيه اختبار طبي بالنسبه له، وضح لنا الامر ومدى جاهزيه اللاعب لمباراه السوبر يا شريف.
الآن يمكن على الهواء مباشرة من أحد الفنادق الموجودة في برج العرب. الآن طاهر محمد طاهر بيتمرن بشكل طبيعي جدا مع النادي الأهلي، أكرم أيضا بيشارك طبيعي جدا مع النادي الأهلي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إلى الآن مفيش ولا إصابة داخل معسكر النادي الأهلي. يا رب بس تكمل على خير بإذن الله، لأن التدخلات جامدة قوي من لاعبي النادي الأهلي. يمكن مستر بيتسو موسيماني كلم معاهم قال لهم بالراحة على زمايلكم، كل واحد عاوز يلفت النظر. طبعا الحماس موجود والكل عاوز يحجز مكانه في التشكيلة الرئيسية. فالحمد لله الحمد لله إلى الآن لا يوجد إصابات أو لا توجد إصابات داخل صفوف النادي الأهلي المعسكرين في برج العرب. طيب فيما يتعلق بالمحاضرات يا شريف، وأنا عارف إن مستر بيتسو موسيماني من المدربين اللي دايما يعني بيركزوا قوي على المحاضرات النظرية وإعطاء بعض التعليمات، وفي بعض الأحيان بتبقى محاضراته طويلة شوية. بما إنهم في معسكر، طبيعة المحاضرات إيه والأمور ماشية إزاي في الجانب ده تحديدا يعني؟ مستر بيتسو موسيماني بيبقى حريص يعقد جلسات كتيره مع اللاعبين ومحاضرات كثيره مع اللاعبين. محلل الاداء بيبقى حريص يرسل لكل لاعب فيديو خاص بيه في المواجهه المقبله. ومستر بيتسو موسيماني بيناقش اللاعبين في هذه المحاضره. مستر بيتسو موسيماني بيعمل محاضره للاعبين كلهم، وبدا كمان يعمل محاضره للي ممكن يبقوا موجودين في تشكيل المباراه. بدا يبقى المحاضره اقل شويه ويطلب منهم حاجات، لا مركز جدا على المحاضرات. النهارده كان في محاضرتين ما بين الغداء الى المران، المحاضرات مستمرة والتعليمات الفنية داخل الملعب وخارج الملعب مستمرة مستر بيتسو موسيماني والجهاز الفني واللاعبين. طيب دي أكيد محاضرات جماعية مع الفريق ككل، لكن هل لاحظت أي جلسات ودية أو منفردة ما بين موسيماني وأحد اللاعبين أو بعض اللاعبين بالتحديد، ولا الأمور ماشية بالشكل الطبيعي يعني؟ الجلسات الاكثر من مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين الجدد اللي لسه ما يعرفوش فكر الراجل القوي، اللي لسه ما بينفذوش فكر الراجل القوي زي ما هو عاوز. فبتلاقي جلسات بعد الغداء بعد المحاضره، بتلاقي مستر بيتسو موسيماني مع احد الجدد، مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ مع احد الجدد بيتكلم، الكابتن سامي قمصان ايضا بيقوم بهذا الدور. على الجانب الاخر بقى كابتن الفريق محمد الشناوي، كابتن محمد الشناوي، كابتن ايمن اشرف، علي معلول، اللعيبه الكبار داخل، كابتن وليد سليمان طبعا الكابتانو، كل واحد بيبقى ليك برضو ايضا جلسات مع لاعبي النادي الاهلي الجدد بالاخص. والكل بيحس فريق النادي الاهلي وكل اللاعبين، الشناوي بيحس، كل اللاعبين، هو وليد سليمان بيقول للاعيبه لازم باذن الله نصلح جمهورنا ونفوز في بطوله السوبر بعد طبعا الاخفاق الاخير في بطوله الدوري. فباذن الله باذن الله بس ربنا يكرمنا باذن الله وتوفيقكم معانا، وباذن الله بطوله السوبر تكون من نصيب النادي الاهلي. اخيرا يا شريف وبشكل سريع جدا، سؤال برضو من الاسئله اللي بتشغل بال الجماهير، وللاسف يعني لقينا البعض بيتكلم في اتجاه محمد محمود ان في ازمه كبيره والناس بتحاول تضخم الموضوع ان محمد محمود ازاي مش موجود في المعسكر واللاعب زعلان. اه طبيعي ممكن اي لاعب يزعل ان هو ما يبقاش متواجد، لكن عايزين نحط كل حاجه في حجمها. هل في ازمه كبيره بخصوص محمد محمود؟ هل تواصلت مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مثلا، مع مستر بيتسو موسيماني؟ هل في اي موضوع من الامور اللي احنا بنسمعها وان التهويل اللي احنا بنسمعه ده ولا لا؟ دايما بحب اخد الامور من مصادرها ومن مكانها. اكيد انت تواصلت مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مثلا يعني. طبعا كلمت الكابتن سيد وقلت له بيقال في الاعلام امبارح والسوشيال ميديا ان في مشكله ومحمد محمود مصدر ازمه كبيره جدا. قال لي يا شريف شوف الراجل كاتب ايه على الحساب الشخصي بتاعه وانت هتعرف النادي الاهلي ما فيهوش الكلام ده. فاللي عاوز يصدر لنا مشكله من الخارج يخليه في ناديه ويركز في ناديه ويركز في ورقته. احنا الحمد لله ما عندناش ولا مشكله ومحدش بيشتكي خالص من الاستبعاد. ممكن يكون زعلان وده حق طبيعي ليه وده حق شخصي ليه، ولكن ما يقدرش زعله يطلع بره غرفه الملابس، وما يقدرش كمان اللي بيخرج بره الاطار على طول بيكون العقاب في انتظاره. لكن محمد محمود الراجل ما اعترضش خالص وما اتكلمش خالص، والراجل مرحب جدا من قرار وفي انتظار الفرصه، يا رب يكرمه باذن الله في ما تحين الفرصه ليه يتالق ويعود من جديد ويكسر الدنيا باذن الله. باذن الله يا شريف انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله المهمه جدا على الهواء مباشره من استاد او من مدينه برج العرب في اسكندريه عشان يقول لنا على كل التفاصيل. قال لنا بصراحه اعتقد سالناه في كل حاجه وقال لنا كل الامور اللي ممكن تكون بتشغل بال جماهير النادي الاهلي. مش حابب اتكلم او اعلق على الكلام الكتير على خلق بعض الازمات بالنسبه للنادي الاهلي، لان احنا مركزين دلوقتي في السوبر. خلينا مركزين داخلين على البطوله، مش عايزين نشتت نفسنا على حاجات زي دي. الدنيا مستقره، الامور ماشيه بشكل كويس جدا بالنسبه للنادي الاهلي. يبقى التوفيق من عند المولى عز وجل باذن الله تعالى الاهلي يفوز بهذه البطوله الهامه. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل، استنونا.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نشوف ترند الاهلي في ايه واهم وابرز الاخبار على السوشيال ميديا ونعلق عليها مع بعض. نبتدي بحساب الاهرام الرسمي على تويتر واللي بيقول ان اختبار طبي لطاهر محمد طاهر تحديد موقفه من السوبر. طاهر جاهز بنسبه 100% وتاكدنا من الكلام ده من دقائق معدوده من زميلنا العزيز شريف شعبان هناك في برج العرب، واكد لنا ان طاهر بيشارك في مران النادي الاهلي الجماعي بشكل طبيعي جدا. هو كان عنده كدمه بسيطه، يعني الموضوع ما كانش كبير، كدمه بسيطه في مران الامس بسبب الحماس الكبير اللي عند اللاعبين، كله عايز يثبت نفسه، كله عايز يشارك، لكن قدر ان هو يعني يتعافى ويشارك في المران بشكل طبيعي جدا النهارده. تعالوا نروح لخبر اخر من المصري الرياضي حسام على تويتر وتصريحات بواليا اللي قال لم افهم ثقافه الاهلي ورحلت لقله ثقه موسيماني. يعني انا تابعت التصريحات بتاعت بواليا امبارح، تصريحات كلها متزنه جدا، مفيش اي مشكله خالص فيها. طبيعي ان انت ما تكون مثلا عملت مرحله كبيره جدا في مسيرتك الكرويه بانك بتوصل لقمه افريقيا بالتواجد في افضل فريق في افريقيا هو النادي الاهلي، فطبيعي ان انت في البدايه مش هتكون الامور بالنسبه لك سهله، وده اللي مر بيه او ده يعني معنى تصريحات بواليا امبارح. موضوع ان ثقه موسيماني برضو عشان الناس بتحاول تاخد عناوين قويه جدا، كنت مركز جدا جدا في تصريحات بواليا. هو قال ان موسيماني بيثق في كل لاعيبه النادي الاهلي، لكن طبيعي جدا هو قال كده ان انا لما اشارك اول ما اجي بشكل 3-4 ماتشات وما اكونش موفق، فطبيعي الثقه ممكن تقل شويه عند اي مدير فني موجود. يعني ده اللي حصل ودي حقيقه تصريحات بواليا. نتمنى له كل توفيق مع مالاتيا سبور التركي، وان شاء الله باذن الله وارد جدا ان بواليا يرجع النادي الاهلي على حسب الامور والمتغيرات اللي بتحصل في كره القدم. هنشوف بواليا الدنيا بالنسبه له هتمشي ازاي خلال مع نهايه هذا الموسم. لكن تعالوا للجزئيه دي وهي تتعلق بمحمد محمود. من خلال حساب في الجول على تويتر، نادر شوقي وكيل محمد محمود قال ان اللاعب عنده 16 عرض من انديه الدوري المصري. طبيعي جدا، محمد محمود موهبه، هو فعلا موهبه، عنده سوء حظ كبير جدا من ساعه ما جه النادي الاهلي، يعني لعب ربع ساعه في شوط واتصاب. يعني انا فاكر اول مباراه كانت بيراميدز، نزل في الشوط الثاني كده في الاخر، وتاني مباراه كانت سموحه، لعب الشوط الاول واتصاب مع بدايه الشوط الثاني على ما اتذكر يعني، وقعد سنتين اصابات متكرره للاسف الشديد يعني. لكن هو بقى جاهز دلوقتي، فالكلام كتير عليه انه مش موجود في معسكر النادي الاهلي، ودي رؤيه فنيه للمدير الفني. ربما يكون محمد محمود مش جاهز بدنيا بنسبه 100% فبيتم تجهيزه، ربما يكون في رؤيه خاصه بمستر بيتسو موسيماني. لكن المؤكد ان محمد محمود لو مستمر مع النادي الاهلي ما خرجش لاعاره، الاهلي مش هيستغنى عن محمد محمود، لكن هو لو موجود مع الفريق وما خرجش اعاره هيكون ليه فرص ان هو يشارك مع النادي الاهلي. وبالمناسبه برضه لو ليه فرص انه يشارك هتبقى المشاركه تدريجيه، لان ما فيش لعيب بيبقى راجع من اصابه سنتين ويشارك بشكل مستمر مره واحده. نتمنى له كل التوفيق يا رب، وطبيعي جدا ان هو بما انه لعيب في النادي الاهلي يجي له 16 نادي في الدوري المصري، ومش هو بس، اي لعيب في النادي الاهلي يرغب في اي نادي في مصر، ده امر طبيعي جدا لانه بيبقى لعيب كواليتي عالي. الكلام مستمر برضه على محمد محمود من يلا كوره تويتر، تصريحات نادر شوقي، اتمنى استمرار محمد محمود في الاهلي لحين استعاده مستواه، ده الاقرب للحدوث وده اللي هيحصل بنسبه تفوق ال 99.9 يعني، وارى انه سيكون اضافه قويه للفريق، مؤكد هو اضافه قويه، لعيب محبوب جدا من الجماهير، سيبك بقى من حته محبوب ومش عارف ايه وكلام من ده، لكن هو لعيب عنده امكانيات ممتازه، امكانيات فنيه رائعه، فاكيد هو هيكون اضافه بالنسبه للنادي الاهلي. بيلعب مركز 8 ومركز 10، مركز 8 انت بالتحديد عندك عمرو السوليه السوبر في المركز ده، فيقدر محمد محمود يكون بديل لعمرو السوليه لحد ما يستعيد مستواه، ربما يتم استخدامه في مراكز اخرى على حسب رؤيه الجهاز الفني. طيب لسه مع اخبار النادي الاهلي، واجاي يهدد بشكوى او بشكوى الاهلي، ده من خلال بوابه الوطن على تويتر، ده طبقا لتصريحهم هو او لخبرهم هم يعني، تمام. لكن هم هنا بيقولوا في متن الخبر ايه، بيقولوا ان لو جاي موجود في قائمه الانتظار وما مشيش فيقدر يشتكي الفيفا وكلام من ده، عشان ما فيش حاجه اسمها قائمه انتظار ودي موجوده هنا في مصر، يعني دي امور سابقه لاوانها. لكن انا اللي اقدر اقوله لحضراتكم العلاقه مميزه جدا، الكلام مميز جدا ما بين مسؤولين في النادي الاهلي الامير توفيق تحديدا وجونيور اجاييه، وفي تجاوب حتى هذه اللحظه ما بين الطرفين، وفي انتظار العرض المناسب
لجونيور احد اللاعبين المميزين جدا في تاريخ النادي الاهلي بالمناسبه بالتحديد اللاعبين الاجانب. نتمنى كل التوفيق للجميع باذن الله. هروح لفاصل بعدين نرجع نكمل، استنونا. الترند العالمي واهم الاخبار العالميه واللي بالتحديد بتخصنا جدا هو اخبار محمد صلاح، لان هو نجم عالمي فبكل تاكيد لازم نبتدي بيه وبيتالق وبيستمر في توهجه في الحقيقه. فنبتدي بحساب محمد صلاح على تويتر، واللي بعد مباراه الامس وتالقه امام كريستال بالاس واحرازه لهدف ثاني ومساهمته في الهدف الاول هدف ساديو ماني قبل هدف التالت بتاع نبي كايتا، فصلاح وجه كلمات مهمه جدا جدا للجماهير. قال: انتم الجماهير تدفعوني للاستمرار والمواصله، تمنحونني القوه اكثر مما اظن انكم تعلمون. واضح ان محمد صلاح يعني مبسوط سعيد، مزاجه حلو جدا الفتره دي، عنده حماس كبير جدا، وده يمكن واضح من خلال لما قلع التيشيرت امبارح. بمناسبه محمد صلاح يعني في احصائيه يقول لك ايه، خد 4 انذارات مع ليفربول على مدار مسيرته مع الفريق، منهم 3 لما قلع التيشيرت بس، وواحد كان اثناء مجريات احداث المباراه يعني. لكن في كل الاحوال يعني نجم كبير جدا جدا بيشرفنا ورافع راسنا دايما كمصريين، نتمنى له كل التوفيق وبينافس على ارقام قياسيه عديده منها الخبر ده زي ما احنا شايفين من حساب ESPN على تويتر، واللي نشر احصائيه لاكثر اللاعبين الافارقه تسجيلا للاهداف في الدوري الانجليزي. اكثر لاعب لحد هذه اللحظه هو ديدييه دروجبا، طبعا النجم الايفواري الشهير جدا جدا، واللي احرز 104 هدف في بطوله الدوري الانجليزي فقط. اما محمد صلاح فبعد هدف امبارح بقى 101 هدف، ده رقم من ضمن الارقام المهمه جدا، ناقص له 3 اهداف يعادل دروجبا، 4 يعدي دروجبا باذن الله تعالى. لكن اللي بينافسه مش من بعيد هو ماني اللي عنده 98 هدف، فالمنافسه كمان ما بين صلاح وماني مستمره بشكل كبير. صلاح ناقص له هدف واحد ويبقى جاب 100 هدف فقط مع ليفربول، لكن هو دلوقتي عنده 101 مجموع اهدافه مع تشيلسي وليفربول. طيب ده رقم من ضمن الارقام. خلينا ناخد خبر اخر وهو بيتعلق بمحمد صلاح، وده حساب الدوري الانجليزي على تويتر اللي بيقول ان محمد صلاح منذ انضمامه ساهم في كام؟ في 134 هدف، اكثر من اي لاعب اخر في المسابقه بفارق 24 هدف. الاهداف اللي ساهم فيها عباره عن ايه؟ عباره عن 99 هدف و35 اسيست، ارقام كبيره جدا. عمرنا احنا كمصريين عمرنا ما كنا نتوقع ان يبقى عندنا نجم كبير بقيمة صلاح وبيحقق هذه الأرقام المميزة. دي كانت أبرز الأخبار العالمية. خليني سريعا أخذ مشاركات حضراتكم وتوقعاتكم لتشكيل النادي الأهلي في مباراة السوبر أمام طلائع الجيش، أو التشكيل الأفضل من وجهة نظركم. نبتدي بعمر هاني واللي قال: شناوي، أكرم، بدر، أيمن، أشرف، معلول، ديانج، وسلية، الشحات، وأفشة، وميكيسوني، وأيضا محمد شريف. خلينا كمان ناخد ابراهيم هاني اللي قال: الشناوي، اكرم، ايمن، بنون، معلول، السليه، حمدي، الشحات، أفشة، ميكيسوني، محمد شريف. واضح ان في اجماع ان ميكيسوني ممكن يبتدي، وارد، كل شيء وارد. خلينا كمان نروح ليوسف احمد اللي قال: في حراسه المرمى محمد الشناوي، الدفاع علي معلول، ايمن، اشرف، بدر، بنون، اكرم، توفيق اذا كان جاهز، لو مش جاهز يبقى محمد هاني، بس هو اكرم جاهز ايا كان مين اللي هيبتدي فيهم فهم اضافه بكل تاكيد. خط الوسط ديانج، السليه، أفشة، الهجوم طاهر، شريف، الشحات. ان شاء الله سوبر اهلاوي باذن الله تعالى. خلينا ناخد احمد عشري واللي قال: الشناوي، اكرم، ايمن، بنون، معلول، ديانج، سليه، مكيسوني، أفشة، شريف، وحسام حسن. واخيرا محمد فهمي قال: الشناوي، معلول، ايمن، بنون، هاني، سليه، حمدي، أفشة، مكيسوني، الشحات، شريف. دي توقعات حضراتكم للتشكيل ايا كان مين اللي هيكون موجود في الملعب، نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. ودي كانت مشاركاتكم، والنهارده كمان دي كانت حلقتنا من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج هنتابع فيها كل كواليس استعدادات الاخيره للنادي الاهلي في مباراه السوبر. استنونا، سلام.